مرسيدس بتقدم الاس كلاس الجديدة اخيرا، ورولز رويس تكشف لنا عن طراز جوست الجديد، جيب بتقدم جراند واغونير، ورانجلر بدفع كهربائي. هاي وغيرها في اخبار عالم السيارات لهذا الاسبوع. واخيرا اذا تظهر المرسيدس اس كلاس بشكل رسمي خلال الفتره الماضيه، كنا شفنا بعض الصور والمعلومات والفيديوهات اللي تسربت من مرسيدس حول تفاصيل السياره، لكن اخيرا عم نشوف الاس كلاس بشكل رسمي بتصميمها المؤكد للانتاج التجاري. السياره التصميميه من الخارج يمكن لساتها بتحتفظ بلغه مرسيدس بنز التصميميه المعروفه بدون تغيير كتير كبير، مع انه فيها طبعا تفاصيل مختلفه جدا خاصه بناحيه الاناره المستخدمه بالسياره، لكن التغيير الأكبر هو في داخل السيارة وتحديدا في تصميم المقصورة اللي أخذ اتجاه مختلف تماما عن اللي كنا نعرفه في الاس كلاس الجيل الماضي منها. بنلاحظ هون التركيز الكبير على موضوع الشاشات، شاشة كبيرة 13 إنش تقريبا أمام السائق للعدادات، وشاشة أكبر في لوحة القيادة اللي تتحكم بكل تجهيزات السيارة عبر نظام مرسيدس الـ MBUX، نظام المعلومات والترفيه المتطور والذكي جدا والمتفاعل مع الأوامر الصوتية والقابل للتعلم. النظام بتحدث ب 27 لغة مختلفة، فيه كتير من التجهيزات إضافتها مرسيدس للتحكم وللرفاهية وللاتصال وغيرها وغيرها على السيارة. مرسيدس طبعا اشتغلت بشكل كتير كبير على تجهيزات السيارة الميكانيكية والإلكترونية. السيارة صارت مجهزة بنظام الفور ويل ستيرينج لتحسين الثبات وتحسين المناورة بالسيارة، مجهزة بأنظمة خاصة للسلامة والأمان والحماية في حال وقوع الحوادث في داخل السيارة أو في حال تفادي الحوادث أصلا. كثير من أنظمة مساعدة السائق للقيادة، نظام حتى شبه أوتونوموس، يعني السيارة ممكن تقود نفسها بنفسها في ظل ظروف معينة. لا شك أنه الاس كلاس الجديدة مرسيدس اشتغلت بشكل كتير كبير حتى تضمن مكانتها كالمعيار الحقيقي لفئة سيارات السيدان الكبير الفاخرة في الأسواق. وخلال الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون لنا فيديو تفصيلي طويل جدا نحكي عن مواصفات المرسيدس الاس كلاس الجديدة. ومن السيارات الفاخرة بننتقل للسيارات المترفة، لرولز رويس جوست اللي ظهرت في جيلها الجديد. لما نحكي على رولز رويس جوست نحكي على الفئة الأصغر من سيارات رولز رويس بالمقارنة مع الفانتوم طبعا، لكن كلمة أصغر هون نستخدمها بشكل نسبي. لسات عم نحكي على سيارة مزودة بمحرك V12. تصميم السيارة بنلاحظ لساته بيحتفظ بهوية رولز رويس، تصميم كلاسيكي ما بنتوقع من رولز رويس تقدم إشي كثير فيه مغامرة من ناحية التصميم الخارجي ولا حتى من ناحية التصميم الداخلي، لكن هنا رولز رويس اشتغلت بشكل كتير مهم على مقصورة السيارة، على زيادة الرفاهية فيها، على إدخال نواحي التطوير التكنولوجي في هاي السيارة، والتركيز بشكل كبير على زيادة مستويات الراحة ومستويات الرفاهية للسائقين. واضح هون أن رولز رويس فعلا عم تشتغل مع الجوست لجيل مختلف تماما من الزبائن، هدول الجيل الجديد من زبائن رولز رويس اللي فعلا بيركزوا على الاستمتاع بقيادة السيارة وليس الجلوس في المقعد الخلفي وانك تترك موضوع القيادة لشوفير. واعتقد من اللي شفناه من جوست جديدة رولز رويس راح تنجح بشكل كتير كبير مع هاي السيارة الجديدة. إعادة إحياء الأسماء القديمة يبدو أنها موضة ماشية بشكل كتير ممتاز مع الشركات الأمريكية، وآخر هاي الشركات هي جيب اللي قدمت بشكل رسمي طراز جراند واغونير بشكل سيارة اختبارية حاليا، ولكن مع التأكيد أنها راح تدخل الانتاج التجاري في أوائل عام 2021. جيب جراند واغونير هي عبارة عن أكبر سيارة جيب راح تكون في الأسواق، عم نحكي على سيارة SUV فول سايز لكن مع تركيز كتير كبير على نواحي الفخامة وعلى التقنيات المستقبلية والتكنولوجيا المتطورة جدا اللي راح تخليها نوعا ما جيب مختلفة عن باقي سيارات. نظام اليو كونكت بأحدث جيل إلو، مقصورة فاخرة جدا، تجهيزات الاتصال، الملاحة، وصل الهاتف الخلوي، أنظمة الصوت المتطورة، كل الأشياء اللي توقعها من سيارة SUV كبيرة بهذا الحجم راح تكون متوفرة بالواغونير الجديدة. والأهم من هذا أنه جيب أكدت أنه السيارة راح تتوفر قريبا أيضا بنظام بلاغين هايبريد، يعني راح توفر بفئة هجينة مع قابلية للشحن بشكل الخارجي، وبالتالي هذا راح يكون تحول كتير كبير عند جيب اللي تقدم أكبر سياراتها مع قدرات كهربائية.
الجراند واجونير ما راح تكون السيارة الوحيدة من جيب بتقنية دفع الكهربائي، لأنه جيب كشفت النقاب عن رانجلر 4XE أو 4xE، مش عارفين لسه كيف اللفظ بده يكون، لكن ببساطة هي جيب رانجلر بدفع كهربائي عبر محرك هجين قابل للشحن الخارجي بلاجين هايبريد. السيارة راح يتم تزويدها بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي مع تيربو، ولكن أيضا معه محرك كهربائي وبطاريات كهربائية. راح ترفع من قوة المحرك بشكل كتير واضح، لأنه مجموع القوة للمحرك العادي ومحرك كهربائي بيوصلوا إلى 375 حصان مع 637 نيوتن متر. بتعطي السيارة طبعا طاقة عالية جدا، ولا ننسى أنه محرك الكهرباء بيعطيك كل عزم الدوران تبعه بدون الحاجة لأنك ترفع من مستويات دوران المحرك، وبالتالي هذا ممكن يكون نقطة كتير مهمة في عملية توفير أداء أعلى على الأوفرود. السيارة رح يتم إنتاجها بشكل تجاري، والمفروض أنها توصل خلال عام 2021 على مختلف الأسواق العالمية، وإن كنا لسه ما أخذنا تصريح رسمي من جيب إذا رح تتوفر في أسواق الشرق الأوسط. هاي إذن كانت أهم أخبار عالم السيارات لهذا الأسبوع. تابعونا دائما على موقعنا، على اليوتيوب، على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تضلوا على التواصل مع آخر أخبار السيارات من حول العالم.